من شيخنا الشيخ صالح في سورة الذاريات قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم. اتل لنا الآيات هذه الله يرفع قدرك لعل الله أكبر تجد لها مكان. الله أكبر المتقين في جنات ونعيم. الله أكبر آخذين ما آتاهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا كلام الله. الله أكبر. يقول الله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. يقول هنا آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. يقول هنا على أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى جازاهم في الجنة فآتاهم آخذين ما آتاهم ربهم اللي وعدهم الله سبحانه وتعالى فأخذوه في الجنة. الله. والأمر الثاني قال لا، أن أمور الدنيا اللي هي الأحكام والأوامر والنواهي أخذوها بانشراح صدر فجزاهم الله سبحانه وتعالى بجنات وعيون. هذا واحد. الثاني قال كانوا قبل ذلك محسنين. المحسنين هؤلاء الله يجعلنا وإياكم منهم. اللهم لهم صفات. كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار مثل هذا الوقت حتى اللي رانا يستغفرون. استغفار يا الله بفضلك يستغفرون. ولهذا حتى اللي تابعنا الآن إلهج بنسك الاستغفار كن منهم يا أخي. إحنا خلاص قمنا الليل مع التراويح كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عليكم السلام ورحمة الله. قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. من السائل ومن المحروم؟ أجيبونا علشان كم؟ يلا سؤال. يلا ذكاء. حي الشباب اللي جوال. يا مرحبا. السلام ورحمة الله. يلا حي أخوي عبد الله. أنا برهن برهناك برهن. اجتهاد مو أنت وين؟ يتسلف منه وهو عنده خير. خلاص والله ما يتسلف. للسائل والمحروم اللي ما عنده وتجد حاجته وتصدق عليه. سلم قال. وأنت أخوي بلال. أنا أتوقع أن السائل طال عمرك. سلم. أن السائل هو من يسأل الله بحاجته بأي شيء الداعي لله السائل لله والمحروم هو اللي معرض عن ذكر الله. لا لاحظ الآية دقيقة لأنه قال وفي أموالهم حق في أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل هو اللي ينفق من ماله. ركزوا بالآية. أما وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إحنا نتكلم الآن عن المحسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فرصة حرك السائل. خلف السائل يا شيخ هو المسكين اللي يطلب الصدقة. هذا السائل من السؤال. سؤال المال. سؤال الصدقة. ممتاز ممتاز. طيب والمحروم أتوقع أنه هو نفسه المتعفف. لكن المتعفف. طيب المحروم هو اللي عنده مال ولا يمكن. طيب والسائل هو اللي يسأل يطلب. أخوي عبد الله السائل مثل ما قال اللي هو المحتاج الفقير المحروم الشخص اللي عنده مال وبخيل على نفسه. طيب حارم النفس من ماله فعشان كذا أنت تعطيه.
أحد عنده؟ نايف السائل اللي يطلب يطلب ما يعطي هو حتى على نفسه والمحروم اللي ما يطلب مهما حصل ما يطلب حارم نفسه حارم نفسه طيب وبخلان عنه طيب اسمعوا المحروم اسمه المحروم اسمه المحروم في منظورنا لما نقول فلان محروم انه ما يعطي ولا ينفق ولا شيء وماسك فلوسه وبيموت يخليها لكن في هذه الآية لا قال وفي أنفسه وفي أموالهم حق للسائل قالت فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للسائل حق ولو أتى على فرس يعني لو جانا واحد ومعه سيارة كثير من الناس يقول يا أخي رجال هذا ما محتاج يعني لا هذا لا ما تعطيه. محتاج وهو ما جاء وسأل سألك بصدق وأنت تعرف أنه حقيقة له محتاج جيد هذا السائل فإذا جاك واحد وهو فعلا محتاج لا تنظر للظاهر بقدر أنك تعمل هذا الأمر لله وفي أموالهم حق للسائل طيب المحروم قال الضحاك المحروم هو من إذا أتاه مال لا يأتيه مال إلا ذهب كيف؟ بعض الناس راتبه بسيط ما يمديه يجي إلا ويسدد دين يسدد كهرب يسدد كذا ما عاد يبقى معاش على قده على قده فهذا المحروم وفي أمالهم حق للسائل والمحروم اسمع إلى تدرج الآيات الجميلة اللي ذكرها شيخنا قال بعدها وفي الأرض آيات للموقنين الله يقول انظر إلى السماء وأفلاكها وإلى الأرض وبحارها وإلى الجبال وإلى الأرض وعمارها كل هذه كلها مهما نظرت فهذا من صنع الله وملكوته وعجائب خلقه سبحانه وتعالى وما نرى من العماير والأشياء والمباني اللي موجود وهذا المسكن وكذا هو من عقول البشر اللي خلقها الله سبحانه وتعالى يجعلها تميز حتى تجعل حتى اللوكيشن اللي حنا الآن هو من عقل البشر اللي الله سبحانه وتعالى صرفه إلى أنه يجعل هذا المكان جميل ممتاز قال هذه وفي الأرض آيات الموقنين ثم أتى بعد هذا كله قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال المتأمل في جسم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى ما جعل عضو إلا في مكانه صحيح تخيل لو قلبك في لسانك يدك في فمك ما يجي لو يدك في وسطك في بطنك ما تجي لكن الله سبحانه وتعالى أحسن خلقتك وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم أتى إلى ما ذكرت في القصيدة وفي السماء رزقكم وما توعدون إيش معنى هذا الكلام شوف رزقك آتيك فلان السائل والمحروم والناس اللي لا تسأل الناس إلحافا والناس المتعففة رزقها سوف يأتيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة ثم قال هنا وأختم بها قال فورب السماء والأرض بعد أن ذكر الخلق والكون ثم ذكر الرزق ثم ذكر بعدها النفس كيف تنظر فيه ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الحين من اللي قال القصيدة ياسر القصيدة اللي قبل شيء من اللي قالها عمر متيقنين أنه عمر صح فلهذا مستحيل أن نقول اللي تكلم قصيدة عمر على لسان ياسر لا صح متيقن عمر أنه اللي ألقاها صحيح قال فهذا اليقين فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال إنك متيقن بأن الكلام أنت ما أخذت لسان عمر وتكلمت فيه هو المتكلم فلهذا رزقك سوف يأتيك مثل ما أنك متيقن بأني أنا الآن المتكلم وثق ثقة تامة يا شيخ عمر اختصارا لهذه الأبيات بأن كل إنسان وقد يكون هذه الأبيات إحداها قد تستظل في ظلها أسأل يوم لا ظل إلا ظله الإنسان يستظل في ظل صدقته الله يجعلنا وإياك والجميع منهم يا رب العالمين قلوا أمين بإذن الله ذكرت طيب. موقف يا شيخ أيه؟ اللي هو إذا جاك شخص أنا ما أدري ما حضرت من البداية ما أدري شو الموضوع بالضبط ولكن يوم تقول لجاك أحد على فرس يعني